الفنانة صفية العمري هي ممثلة مصرية، اتولدت يوم 20 أكتوبر سنة 1949 بمدينة المحلة الكبرى بمصر، ودرست في كلية التجارة وتخرجت من جامعة الإسكندرية، وبعد التخرج قررت تدرس اللغة الروسية وأتقنتها وترشحت كمترجمة في كتير من المؤتمرات الدولية، واتجهت بعدها لعالم الفن وبدأت مسيرتها الفنية وقدمت كتير من الأعمال الفنية الناجحة. أما عن حياتها الشخصية فصفية العمري اتجوزت مرة واحدة من الفنان المصري جلال عيسى وأنجبت منه ولدين هما وليد وأحمد، وانفصلوا بعد ما اكتشفت إنه متجوز من امرأة أخرى، وقالت إنها رفضت الزواج مرة تانية علشان ما تكررش التجربة الفاشلة دي، وخصصت حياتها لأولادها. لو بتحب الفنانة صفية العمري اعمل لايك واشترك في القناة وفعل الجرس.